هاد العاصمة تا هو فريق كبير، ولكن تنظنت أنه تيمر تا هو ماشي أزمة. والحمد لله الوداد اليوم كانت في المستوى، ولكن في الشوط الثاني الريتم نزل بزاف، ما عرفش المدرب علاش ما قامش التغييرات اللي خصها تكون. والحمد لله تنقلبوا دابا ان شاء الله، نتمنوا الى تعادلت سان داونز غدا ننتصروا في الاياب مع سان داونز، والمكانه ديالنا الطبيعيه ان شاء الله تكون المرتبه الاولى. تنقصها دابا باقي شويه ديال يمكن في التغييرات، الشوط الثاني دابا تيكون عندنا مشكل ان شاء الله مع المدرب الجديد دو صابر يقدر يصلح ان شاء الله هذه الاخطاء هذه، وغادي يكون ان شاء الله في العصبه ان شاء الله نحاول المباراه النهائيه. واولا كنهني بيان سور الامه الوداديه على التاهل. بالنسبه للانتدابات لحد الان فيلا شلنا منها جوج ديال العناصر اللي ابانوا بيان سور على واحد المستوى طيب، استحسن جميع الجماهير الوداديه، وكنتمنى في المستقبل في بعض اللقاءات اللي ما كتكونش فيها ديك النداء اننا نشوفوا العناصر اللي انتدبت الوداد مقبلا، باش يمكن لنا نوقفوا ونحكموا على المستوى ديالهم فعلي. وكنتمنى مسيره موفقه لفريق الوداد الرياضي، وان شاء الله البطوله والعصبه. غاديين على الانتدابات، وحنا كنجيو على قبل هاد اللاعبين وعلى قبل هاد الجمهور اللي كيتسمى اسطوري. كاين شي فرقه في العالم عندها بحال هاد الجمهور ديال الوداد؟ تصور هاد الجمهور، هذا جمهور عالمي ثاني مره. ملوك المدرجات. في الحقيقه جماهير وداديه، جماهير عالميه بامتياز، جماهير عالمية بامتياز. هذا مش الرأي ديالنا احنا كوداديين، هذا الرأي ديال العالم ككل، وبما في ذلك جميع الصحف العالمية كتشيد بالفريق وبالجمهور ديال فريق الوداد. فريق الوداد معروف فريق المقاومة، فريق سلمي صراحة. هي دي بالنسبة لانتدابات سعيد ناصري خدام، يخليو بعض الناس يخليو خدام، راه خدام وديما وداد، ديما وداد، احنا مع الوداد، وداد وداد العمار. ومن طبيعة الحال اخويا انتدابات صراحة في المستوى، واللاعبين اللي كاين حاليا كيأديو كل ما عليهم، وصراحة المدرب قال الكلمة ديالو، يعني بانت اللمسة ديال المدرب، وبدينا كنشوفوا انسجام في الفريق، والحمد لله على النتيجة هذه وديما وداد. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا راضيين بهذه الانتدابات بحكم انهم جاوا في الانتقالات الشتوية اللي ما يمكنلكش تجيب واحد العناصر اللي هي مهمه، وصدق لك الحمد لله غازادي هز عليه الرحيلي، والمهم 11 لاعب كنتمناهم يعطيو سميتو. اما قايد دو صابر الحمد لله كان في المستوى المطلوب، وكنتمناو الفريق ديالنا يكون، والحمد لله 3-1 وشكرا.